أحبائي مشاهدي قناة سيسات في كل مكان، سلام المسيح معكم جميعا وحلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجنا حكايتي في ترنيمتي. حلقتنا النهاردة هتكون متميزة، وبالنسبة لي أنا هكون متميزة لأني هقابل فيها شخصية جميلة مرنمة تتميز بالصوت العذب الجميل، وأنا بلقبها بأصالة أصالة الكنيسة المصرية، المرنمة الجميلة نرمين وصفي من كنيسة سانت ماري بنيو جيرسي. أهلا بك يا نرمين. أهلا بك أستاذ جورج، وأهلا بمعدين البرنامج. الأول أحب أشكرك جدا على استضافتك ليا، وأشكر القائمين على البرنامج حكايتي بكاملتي. ميرسي يا نرمين، ربنا خليكي. نرمين، احنا عارفين ان انت مرنمة من زمان جدا جدا جدا، وعارفين ان انت بتتميزي بالصوت مميز، خصوصا يعني صوت يعني يندر في الكنيسة عندنا يعني. لكن انا عايز اتعرف على نرمين الاول، فعرفيني بنفسك الاول. اسمي نرمين اشرف وصفي. انا عارفة معظم الناس عارفيني بنرمين وصفي. زي ما انت قلت فعلا برنم من زمان جدا جدا، بدأت من انا صغيرة قوي، فورث جريد تقريبا، كنت في رابعة ابتدائي اول مرة دخلت كواير ورنمت. عندي 4 اولاد كبار دلوقتي، يعني كلهم سنهم كبير، اتجوزت بدري جدا. بس يعني نشكر ربنا على كل حاجة، بشكر ربنا على موهبته وعلى الوزن اللي اداهاني، وبشكر حضرتك على المقدمة الجميلة اللي قدمتني بيها. لا تستحق يعني يا نرمين، انا فعلا اعرفك من زمان ورنمنا مع بعض في حفلات كتير قوي. لكن نرمين، كنيستك في مصر كان كنيسة ايه؟ كنت في كنيسة ماري جرجس، مطرانية ماري جرجس شبر الخيمة، تحت رعاية الأنبا مرقص. دي كنيسة اللي تربيت فيها، وعرفت يعني ايه كواير وترانيم ومهرجان كرازة وألحان وإبطي وتمثيل. يعني تقريبا كنت في كل المجالات والأنشطة اللي في الكنيسة، كانت كنيسة حية جدا جدا مليانة بالأكتيفيتيز. طفولتي وعشتها كلها هناك، وحتى فترة المرحلة وأنا في إعدادي وثانوي كلها كانت هناك، والجامعة عشت فيها أجمل أيام بصراحة، يعني ما تتعوضش خالص. للأسف إن أنا هاجرت وأنا عندي 20 سنة، بس دايما بشتاق وحنين لكنيستي اللي اتربيت فيها من وأنا صغيرة. جميل جدا. وكنيستك هنا زي ما احنا عارفين كنيسة سان ماري بنيوجيرسي، صح؟ كنيسة سان ماري في ايست برونزويك نيو جيرسي، كنيسة جميلة جدا برضو، انا فيها من ساعة ما جيت امريكا. جميل. نرمين، احنا دايما في حاجات كتيرة، او اول ما بنبتدي حياتنا كل واحد بيبقى واخد سلك كده معين او خط معين، مبقاش عارف هو هيمشي في انهي خط بالظبط. لكن اكيد حد اكتشف فيكي موهبتك وانت صغيره، مين يا ترى؟ هو انا اللي انا فاكراه ان انا كنت في كورال المدرسه وانا صغيره قوي، يعني تقريبا ثالثه رابعه ابتدائي، وحسيت ان انا بحب الموسيقى قوي. يعني اكتشفت ده وانا من مدرسه المزيكا في ابتدائي، كانت اسمها مس امال على ما افتكر. يعني حسيت ساعتها ان انا، لا انا في حاجه بيني وبين المزيكا شداني، حاسه ان انا عايزه اتعمق فيها اكتر، حاسه ان انا عايزه اعمل فيها حاجه. طبعا اهلي شجعوني جدا على ده، وخدوني كده للكنيسه بتاعت ماري جرجس. انا فيها من السن ده تقريبا، دخلت كواير من ساعتها ولحد النهارده وانا في كواير، يعني لحد دلوقتي وانا بخدم في كوايرز. كنت في كورال ريبسالين تيا جاية ماريا، يعني الحاجة الحلوة أن تسيبها لأستاذ عماد عوض اللي بعتبره أبويا التاني اللي تبناني في الكورال ده. هو اللي علمني كتير جدا وشجعني كتير جدا جدا. عايز أقول إن هو ممكن يكون يعني هو اللي اكتشفني، هو اللي شجعني. كنت بدخل مهرجان الكرازة دايما معاه، وخدنا جوائز كتيرة، الكوار بتاعنا أخد جوائز كتيرة في مهرجان الكرازة،
في الكواير ده. وبعد كده في مرحلة من حياتي رحت، يعني كنت لسه مستمرة في الكورال، ربسالين تيابية ماريا، وبعد كده عملنا فريق تاني جوه الكنيسة برضو اسمه كورال هوس ايرو، وكان ماسكه دكتور ماركو منير، وبرضو اتعلمت معاهم كتير جدا جدا. أحلى حاجة في الكورالات بتاعت يعني أيام الخدمة بتاعت الكرازة، إن كنت كان دايما الكنيسة المهرجان كان دايما بيطلب من كل فرقة 5 ترانيم كلمات وألحان كلها جديدة ولحنين، يعني دي كانت المسابقة 5 ترانيم جداد ولحنين. ف اتزرع جوايا من هنا حب الألحان والقبطي، وما وقفتش عند هنا، لا رحت اتعلمت كمان لغة قبطية، وكنت بحضر في فصل الشمامسة، وكنت دايما عندي غيرة كده ان انا عايزة اطلع شماس، يعني انا ليه ما اطلعش شماس؟ كنت بقعد جنب المعلم، المعلم اسحاق بتاع كنيستنا، وحتى رحت فتحت ابونا يوسف في الكنيسه وقلت له انا عايزين نعمل قرص شمامسه للبنات، وابتديت ارسم اليونيفورم اللي نلبسه وكده من كتر ما انا كنت بحب الالحان يعني. نبوءتك تحققت هنا في امريكا. نبوءتك نعم؟ تحققت، نبوءتك تحققت هنا. احنا عندنا دلوقتي بقى هم بيسموهم كواير بالشمامسه، يعني مش شمسات بنات، بيسموها كواير بنات، بس بيبقوا حافظين. يعني احنا دايما بنشوفهم، وانا ببقى فخور بيهم جدا جدا جدا، خصوصا لما يكونوا بنات صغيره، لما بيقولوا الالحان يعني حفظا وهزاتا وصوتا، يعني الحاجات دي كلها ببقى فعلا بحس ان انا بتعلم منهم، خصوصا لما اكون في سن مبكر، يعني زي ما انت كنت بتقول يعني. يا بالظبط. فالميزه بقى في الكورالات دي كنا في او مسابقات الكرازه، ان احنا كنا كل سنه الكنيسه بتنتج ترانيم جديده خالص فروم سكراتش، كلمات والحان، وكان في مواهب كتيره بتطلع في الوقت ده يعني، ودي حاجه كتير كنت بعتز بيها اتعلمت منها طبعا. ده كان دور الكنيسه معاكي اعتقد، لكن اللي انا عايز اساله، اكيد كان في بقى دعم عائلي، وفي العيله لازم اكيد كان ليها دخل او تدخل في طبعا طبعا جدا، بابا وماما كانوا دايما يشجعوني، وعندي كمان عمي مرنم كان بيرنم من هو صغير برضو، ف طالعين تقريبا كلنا احنا 4 اخوات، وبرضو اختي كانت في الكورال، واخواتي الولاد كانوا برضو في الكورال بس ما طولوش الولاد، لكن انا واختي البنتين يعني احنا اللي كملنا. ممكن تكون وراثه يعني، بس كان اهلي دايما بيشجعوني جدا جدا، ودايما يحسسوني ان هم يعني proud of us يعني. وطبعا ليهم هم الكريدت الكبير طبعا، يرجع للعيله بتاعتي، لان انا من غيرهم ما كنتش هروح ولا هاجي ولا اعرف حد يعني، لان انا زي ما قلت في الاول بدات في سن مبكر، ولا كنت هعرف اروح كنيسه لوحدي او حاجه او لا يعني، فطبعا اهلي هم السبب الرئيسي. طيب انا عايز اسالك برضو سؤال، يعني اكيد انت من خلال اشتراكك في الفرق الكورال للكنائس عامه، اكيد فاكره يعني قبل ما تيجي امريكا اول كورال اشتركت فيه واخر كورال اشتركت فيه قبل ما تيجي امريكا. انا كورال الاساسي زي ما اي منشند كان كورال ارابسال انتي اجري ماريا. هو ستيل موجود بيتهيألي اعتقد ولا؟ لا تقريبا ما بقاش موجود، لان كلنا كبرنا خلاص، وكل واحد كان اطفال يعني؟ كان اطفال كنا بس. كنا من اطفال لحد كبار. يعني احنا كبرنا كلنا سوا في كوره واحد. هو الاسم في يعني في الاذن زي ما بيقول يعني، ممكن يعني يكون ليه فروع تانية مش عارفه، بس انا عارفه ان خادم الكورال بتاعي ما بقاش مسؤول عن الكورال ده. بس ده كان الاساسي، وكمان كنت بخدم في هوس ايروف اللي هو الفريق برضو من كنيستنا، بس كان شويه ما كانش كورال عام بيشترك في مهرجانات او كده، بس كان بيعلمنا ازاي نرنم، بيعلمنا مزيكا اكتر، يعني كورال شويه متخصص في ان احنا نرنم الترانيم ونقولها موسيقيا تبقى شكلها حلو وعلى الودان. كنا بنتعلم ازاي نقول الهزات والعرب وكل الحاجات اللطيفه دي يعني، وكنا بنعمل حفلات في الكاتدرائيه وفي اماكن مختلفه، وبننزل خدمات زي الكوره وكده في كنائس مختلفه.
فدي كان طبيعة الفريق ده، وكنت مع برضو الفريق الأساسي بتاع الكنيسة بتاع مهرجان الكروزة. وبعدها من ضمن مهرجان الكروزة ما كنا بنصفي ونروح نسافر الفيوم، في مرة من التصفيات كان لجنة واحد، يعني كان في لجنة تحكيم، واللي فاكرين من لجنة التحكيم كان دكتور أسامة عشان. فساعتها أفتكر كانت اختارني أنا خلال والبنت المسرح التانية. القبطي أعتقد، أيوه بالظبط. خلال المسرح. وساعتها راح اختارني أنا وبنت تانية معانا في الكوير اسمها روزالين، برضه صوتها جميل جدا. ورحنا اشتركنا معاه في كورال المسرح القبطي. اتعلمت منه كتير جدا، من جينو وعماد اللي كانوا بيدربونا في الفرقة. فكل مرحلة في حياتي أو كل كورال أو فريق دخلته وتعلمت فيه. رحت برضو نيون جيلوس بتاع أنطوني إبراهيم عياد، يعني أيام ما كان عند الشمس أبونا أنطوني، أنطونيوس بقى. أبونا أنطونيوس، يس. برضو ده دخلته من بعد ما اشتركت في، دخلت الكورسات المتخصصة، اتعلمت ألحان وإبطي في الكاتدرائية، ومن بعدها دخلت فريق أنجيلوس. وفي مرة من المرات كنت بحضر حفلة لفرقة كيثارة للدكتور، يعني ربنا ينحي نفسه، دكتور ألفريد، وقابلت باشمهندس جورج كرولس هناك. ألفريد جميل، دكتور يس، ألفريد. دكتور ألفريد، يس. هو توفى يعني من كام يا سنة. ربنا يرحمه، كان إنسان جميل جدا وعازف، يعني جدا كان ماهر جدا، وهو كان بيعزف فايلن برضه، خلي بالك هو بيعزف عود وفايلن وكده، وطلع من تحت ايده، ودلوقتي فنانين مشهورين على فكرة يعني. طبعا عنده الفنان برضو حد من مشاهير قوي، محمد علي، محمد علي فعلا، فعلا يس. تمام بالظبط. ومارسيل كمان كانت معاه، انا فاكر محمد ده كان بيجي صغنن كده، كنا بنشوفه، وكان هو بيجي بالفايلن معاه في كان استوديو، عند استوديو مهندس نبيل لو استوديو عمار الشريعي اعتقد يعني كده، فكنا من قبله. فعلا انسان كان جميل على الطابع الشخصي جدا وعلى الطابع الفني يعني، ربنا يرحمه. جدا. يا انا واكيد فاكره مارسيل، يومها مارسيل كمان، ومارسيل فرجالة. مارسيل طبعا فرجالة، كانت اصوات معاها، يا الجميلة. جدا انا حبيبتي مارسيل، بقدم بقى يعني بوصل لها سلامي وتحياتي ليها. فانا فاكره ساعتها يومها كنت اوبسست جدا بالفرقه، وكان نفسي قوي اشترك معاهم. ودكتور ألفريد فعلا قعد معايا وسمعني واداني مواعيد البروفات وقال لي لا تعالي وكده. بس وانا خارجه قابلت باشمهندس جورج كرولوس ساعتها ومها. وانا ده يعني فرقه ديفيد دي بالنسبه لي يعني دي طفولتي. انا كبرت وانا يعني انا كنت في البيت، اهلي ماما وبابا على طول مشغلين الشرايط بتاعتهم، وكنت بنبسط قوي بالالحان، ودي كانت الطريقه الوحيده اللي بحبها في حفظ الالحان. يعني انا ما كنتش بقعد مثلا اقعد اقرا اجيب كتاب واقعد اقرا الالحان، بس من كتر ما بسمعهم كنت بحفظها وانا من وانا صغيره بحفظها بالهزات اللي بيقولوها. يعني كان عارف لما تشغل حاجه طول الوقت بتعلق في ودنك، فكنت كنت بحفظها منهم. وحتى لما كنت برجع احفظ من اخد كلاسز للالحان في الكنيسه، وانا اقولها بطريقه فرقه ديفيد، فيقولوا لي لا في حاجه انت بتقولي حاجه تانية. بتقولي حاجة مظبوطة، بتقولي حاجة مظبوطة تاني. ايوه مش على متعودين. فكرة انت القصة دي حصلت معايا في كل، يعني في كل كنيسة كنت بروحها دايما، لما كنا عارفة اللي هي حتة التدقيق في النغمة والهزة، يعني عارفة في نغمات كده بتبقى سايحة على بعض كده، لكن طبعا احنا اللي احنا اتعلمنا منه من فرقة ديفيد مهندس جورج يعني حتة اللحن والنغمة المظبوطة اللي هي بنسبة 99.9% زي ما بيقولوا، يعني ان احنا النغمه لازم تطلع صح. ودي حتى احنا نفسنا في الاوائل خالص لو تفتكر كنا بنزعل، كنا بنفتكر في حاجه غلط، احنا بنقول حاجه غلط، بعدين لما بنيجي نركز ونحفظ. فدي طبعا ايام اكيد جميله بالنسبه لك. جميله طبعا جدا. وفعلا من بعد المقابله دي وانا دخلت فرقه ديفيد، ودي كان عايزه اقول لك ده كان حلمي اكشلي، يعني ان انا كنت ادخل الفرقه وما كنتش اتخيل ان انا دول الفريق اللي انا بسمعه له من صغري وكده ابقى عضوه منهم يعني. وطبعا لقيت في اختلاف كبير جدا في طريقه تحفيز الالحان.
مع فرقة ديفيد طبعا، وان احنا بنحفظ الالحان بالنوتة، مع اني ما كنتش بقرا نوتة وما اتعلمتش مزيكا، بس كان مسهل لنا اول موضوع ان احنا ازاي اتعلمنا ازاي نحفظ اللحن بالاشارات النوتة. النوتة وفعلا الموسيقية، بتطلع النوتة النوتة الموسيقية الموسيقية. مش الشورت. يس ايوه مش الشورت اكزاكتلي. فاكشلي ده كان بي يعني شكل النوتة الموسيقية والحروف الموسيقية بيخليك تستيك ان يور هيد، فتقدر تفتكرها وتميمورايز اكتر من الشورت يعني. يعني انت بتقولي دلوقتي كنيسة فريق ريبسالين غالبا، ولا قلتي ده الكورال، اول كورال واحد؟ ريبسالين ده اول واحد، واخر واحد قبل ما تيجي هنا امريكا كان فرقة كان ديفيد. هوس ايروف وفرقة دي، لا الاثنين. انا كنت في هوس ايروف لحد ما جيت هاجر، بس حتى اول مرة نزلت من مصر او نزلت من امريكا اول زيارة ليا عملنا حفلة عشان لما عرفوا ان انا جيت، فعملنا حفلة مخصوص جميل. خدمة تاني يعني. فكان هوس ايروف وكنت في فرقة دي، بس الاثنين بس ربنا ما اردش ان انا يعني اعمل حفله مع فريق ديفيد وانا في مصر قبل ما هاجر، بس ربنا أرادوا. اراد ان انا اعمل هنا 4 أو 5 حفلات مع فريق ديفيد لما جم امريكا. بالظبط، كان نيويورك وبوسطن أعتقد، نيويورك وبوستن وبنسلفانيا. بنسلفانيا. أنا حضرت معاك أعتقد 2016 2017، دي كانت تقريبا في نيويورك في نيويورك وبوسطن بروكلين 2017. طبعا كانت أيام جميلة مظبوط وكنا مستنيينها بفارغ الصبر، ويعني جدا. طبعا ودي كانت يعني برضو من الحاجات اللي بنشكر عليها نيافة الأنبا ديفيد. الأنبا ديفيد جميل يعني، اللي هو اسقف نيويورك، هو دلوقتي مش عندكم اعتقد في نيوجيرسي صح؟ لا لا في نيويورك زي ما هو. لا بس هو دلوقتي مش هو كان الاول ما ماسك نيوجيرسي على فكره، الاول صح؟ هو في هو نيويورك دلوقتي يس. نيويورك. فدي حاجات من الحاجات اللي احنا من فعلا من كان ديفيد جميل جدا وبيحب الترانيم والالحان قوي، هو جدا. صوته حلو كمان قوي. هو اعتقد هو رنم معانا فيها، رنم رنم معانا لحن، قال لحن جنينا غالبا يس. ومرد الطرح، انا فاكر حاجه زي كده. مظبوط، انت ذاكرتك كويسه. يس هبقى اشكر ده ربنا. حقيقي. وقلت معاك انت ترنيمه بجد. ترنيمه بعد حاجه ايوه صح، لحن اوكريوس، او لحن اوكريوس. يس اوكريوس. لا انت ذاكرتك اقوى مني. طيب نشكر ربنا. يا طب انا عايز اسالك يعني رمي، انت ما بين من خلال يعني انت كواحده، طبعا انت عندك خبره كبيره في الترانيم من مصر، ابتديتيها من مصر زي ما بتقولي من صغرك وانت لغايه دلوقتي، لكن اللي انا عايز اساله ايه، اكيد لقيتي اوجه تشابه واوجه اختلاف ما بين الترانيم وادائها ما بين مصر وامريكا، ايه هي يعني لو عندك مقدره ان انت تقولي كده؟ وأنا ممكن أقول إن في مصر المواهب أكتر ممكن، أو الدنيا يعني I don't know، بحس إن في مصر كان مجال الترانيم أوسع، إن إحنا نقول حاجات أكتر براحتنا، بنقدر ممكن كان عامل الوقت، أنا مش عايزة أصنف برضه هنا، بس جايز عامل الوقت هو اللي مقصر، لأن هنا شوية بحس ان صعب قوي الناس تتقابل، وصعب قوي نعمل ترانيم ونالف ونلحن. دوامة الحياة في أمريكا عامة دي أكيد بتأثر على الخدمة، دي حقيقة يعني. بالظبط. يعني مش قادره، مش عايزه اظلم حد او اظلم مكان معين عن التاني، بس هناك كانت في مصر كان الموضوع عام واكبر والناس كتير. هنا مهما كان حتى لو في مواهب كتيره ما بتقدرش ممكن تظهر او تطلع كتير بسبب عامل الوقت، والخدام برضو في الكنيسة عارفة ان هم بيبذلوا اكبر مجهود عشان يعملوا بس حفلة او خدمة عشان ايفنت او للكريسماس ولا للنيروز او ايا كان الايفنت، بيبقى الوقت ضيق جدا اولا على الامهات والابهات ان هم يجيبوا ولادهم يعني لو هم سنهم صغير، والخدام نفس الموضوع. فدي شوية اللي بحسها شوية مختلفة عن مصر. في مصر كان الخدام كتير، الوقت أطول، الخدام كانوا بيروحوا يفتقدوا يعني بياخدوا، ممكن كان في خدمة إن هم ياخدوا الأولاد من البيت ويودوهم من الكنيسة، ما كانش لازم يبقى في عربية تودي الولاد من البيت للكنيسة، الكنائس تبقى قريبة. هنا شوية الكنائس بعيدة لازم تروح بعربية ولازم
أولياء الأمور يكونوا available عشان يودوا ولادهم، فشوية ده حسب الاختلاف. لكن متهيألي لو عمل الوقت ده كان available هنا، وكنا أكيد هنلاقي مواهب في المزيكا والكلمات والتسبيح زيها زي مصر. يعني انت شايف ان دي هي اوجه الاختلاف، بس يعني اعتقد ما بين بس مصر و أعتقد إن هو ده أعتقد إن هو ده العامل المؤثر أكتر يعني. طيب احنا دايما في اخر كل حلقة او اخر كل جزء بنسأل او بيبقى لينا ترنيمة معينة بيبقى ليها حكاية معانا، زي حكايتي في ترنيمتي وليها قصة معاكي. انت اول جزء هتهدينا ايه بقى بالترانيم؟ وقبل ما أنا تتكلمي، في بس عايز اخد برضو منك وعد، يعني ان انت اي حاجة تعمليها يعني نعرضها لك هنا، يعني اوكي. طبعا ده أنا أخد بركة كبيرة جدا يعني. أنا actually في ترميمة شغالة عليها، كان طبعا نفسي تخلص قبل ميعادنا النهاردة، بس كنت أعرضها. ترميمة من كلمات سيف العقيد لورنس رومان وألحان مارفي صميل، اسمها راسم الضحك على الوشوش. فدي ممكن أول ما تخلص هبعتها لك على طول فورا. يا ريت تكون احنا اول ناس تعرضها يعني. هي ده، أنا أتشرف وأخد بركة حقيقي يعني. ميرسي Thank you. ميرسي. يعني نتكلم، نرجع بقى لقصة ترنيمتنا بتاعت الحلقة الأولى الجزء الأول. أنا ممكن نتكلم على أول ترنيمة عملتها. هي مش أول قوي يعني، عملت ترانيم قبل كده، بس دي الترانيمة اللي حابة أتكلم عليها يعني، اللي عملتها يعتبر من الوقت الريسنت يعني، مش من زمان. اسمها مديون لي. دي قصتها، أنا ما كنتش بدور على ترنيمة ولا أي حاجة، بس ربنا بعت كده مهندس أسامة صلاح الموزع والملحن، كان في مرة بنتكلم وقال لي أنا عندي ترنيمة حلوة لو تحب تسمعيها، وبعت لي الكلمات. الترنيمة دي كانت كلمات محب مخيل محافظ الألقاب يعني. أنا قريتها كده، أنا ما فكرتش يعني، حسيتها إنها دي بتاعتي. القرار فيها بيقول: أنا مديون ليك والأفضالك وجمايلك اللي بتغنيني، أنا ملكك يا اللي حبتني، وكفايتي إنك اللي شاريني. حسيت انها صلاة حلوة قوي، المفروض كل حد يصليها، ونشكر ربنا يعني، بنشكر ربنا بيها على كل نعمة اللي مدها لنا ايا كانت هي ايه. ربنا نعمة كبيرة جدا جدا علينا، في حياتنا هنا، حياتنا في مصر، ايا كان انت فين، شغلك، ولادك، ابوك وامك واخواتك، يعني لازم نشكر ربنا على كل عطاياه وكل اللي بيجيبه، وإن إحنا دايماً مهما عملنا مش هنقدر نوفيه، ودايماً هنحس إن إحنا مديونين لربنا. دي التنيمة اللي لمستني وعملتها فعلاً، كانت قبل كوفيد، كانت قبل 2020. أنا فاكرة سجلتها تقريباً كان شهر 12، كان ساعتها مينا القمص بسيدة هو اللي خد لي تيك، وبعدها على طول وي هاد ويز كوفيد، كانت سنة 2020 وما كانت قدرناش أيام للأسف. صعبة يعني. كانت أيام صعبة وما قدرناش للأسف نصورها، وفضلت موجودة لحد 2021، وساعتها صورها لي الجميل، الفنان الجميل مينا كرياكوس، مينا كوميس كرياكوس. مينا حبيبي هي طبعا، مينا متعدد المواهب يعني، هو فنان مينا جميل جدا. ومرنم يس، برضو ومخرج هو لا هو فكرته كمان، فكرة الكليب وطبعا التنفيذ كانت مينا كرياكوس. فدي القصة الصغيرة بتاعت الترنيمة دي يعني. لكن انا عايز اسالك برضو سؤال في الترنيم يا نرمين، يعني هل اني بين اللي بيشدك الاول لاي ترنيمه، اللحن ام الكلمات الاول؟ ممكن أقول هي عوامل مع بعض يعني، لحن، كلمات، إحساس يعني. الكلمات لوحدها ممكن تكون جميلة بس بتتقال من غير إحساس، فأنا مش بتوصل يعني، ما باخدش بالي منها. اللحن طبعا لازم، عشان أنا ساعات بلحن يعني، فاللحن بيلفت نظري الأول يعني، بيلفت نظري قبل الكلمات. الكلمات بتلفت نظري لما يكون الإحساس، مش هقول الصوت حلو، لما يكون إحساس اللي بيقوله يكون وصلني. لأن ياما في ناس كتيرة صوتها حلو وعندها عرب وبتطلع وتنزل وتعمل حاجات كتيرة قوي، بس ما عندهاش إحساس وهي بتصلي، فما بيوصليش.
دي حقيقة يعني، بعتبر ان زي ما يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه. يعني انا لما جوايا ما بقاش فيه حتة او جزء الصلاة او جزء الاحساس بالكلمات، بحس ان انا اكني زي ما يقول لك نحاسا يطن وصنجا يرن، يعني بحس ان انا مظبوط صوتي طالع في الهواء. انت شوقتينا مظبوط نرمين، طبعا الوقت معك جميل بيعدي بسرعة، لكن شوقتينا على امل ان احنا هنلتقي الجزء الثاني باذن ربنا الاسبوع إن شاء الله. القادم. هنسمع ونستمتع بمرنمتنا الجميلة صاحبة الأداء المتميز نرمين وصفي وترنيمة مديون ليك. ميرسي يا نرمين على الوقت الحلو الجميل اللي احنا قضيناه مع بعض، رغم انه كان وقت ظنا، لكن على أمل العودة ونتقابل في اللقاء القادم إن شاء الله ربع عشنا، وتعالوا نستمتع مع بعض ونشوف ترنيمة مديون ليك، وإلى اللقاء. شاريني أنا مديون ليك والأفضل.
نفسي هامت نفسي اللي محلية وجوا عليك لقيت قيمتي لقيت قيمتي اللي في عين الناس منسية بس قولي وبين ايدك قامت نفسي قامت نفسي اللي محنية وجوا عليك لقيت قيمتي لقيت